احنا العيد كل الناس بتروح ناحية الأسماك، وبالذات الحاجات اللي فيها ملح كتير، الرنجة والفسيخ بياكلوها بكمية كتيرة جدا. هل ده مسموح ولا لأ؟ ومع ان انا باكل حاجات تانية في العيد، ده بيخليه ايه الأضرار اللي ممكن تحصل لي؟ الرنجة والفسيخ مشكلتهم في كمية الملح اللي فيهم. الملح ده لوحده بيحبس مية في الجسم، يخليه اشرب مية كتير جدا، فبيخلي وزني يزيد. دي اول حاجة. تاني حاجة، اي حاجة فيها ملح كتير بتخلي امتصاصي لبقية الكربوهيدرات اللي في بقية الاكل بتبقى كتيرة. فانا لو اكلت مثلا معيها ربع رغيف، اكلت كحكاية، اكلت اي حاجة، بيبقى امتصاصها في الطبيعي اقل من لو مكلتها مع رنجة. طب ايه الحل؟ هاكل سمك، بس هاكل سمك مشوي، ما روحش ناحية الرنجة والفسيخ خالص. مع الحاجات التانية اللي بناخدها في العيد، مش مستحب ان ناخد اي حاجة مملحة، سواء كانت الاسماك المملحة، سواء كان المخلل الكتير، علشان دوت بيضرني هو لوحده، وفي نفس الوقت بيخلي امتصاصي للكحك والبسكوت والحاجات اللي احنا بناخدها في العيد نسبة اكبر كتير. الترمس، بصي الترمس ما فيهوش اي اضرار لو انا حطيت فيه ملح كويس، بس في نفس الوقت احنا اهم قاعدة عندنا، احنا بناخدش حاجة بكمية مفتوحة. احنا عندنا اي اكل سواء كان مفيد او ضار، لو زودت منه ممكن يسبب لي اضرار. اي حاجه بحطها بنسبه معينه، احطها از سناك، انا باخد وجبتي العاديه، ما بسيبش نفسي جعان واخد مكانها حاجه تانية. يعني انا هاكل مثلا الترمس ده هاكله امتى؟ انا هاكل حبه متوسطين ما يكونش عليهم ملح كتير، يكون فيهم مثلا احط الليمون، لان ده فيتامين سي، الليمون كويس على اي حاجه في الدنيا، واخدته از سناك، حاجه مفيده وفي نفس الوقت ما بفقدش حاجة من الحاجات المهمة زي البروتين بتاعي، الجبن بتاعتي، الفاكهة بتاعتي. كل ده اخده بس اوزعه على اليوم بطريقة صح.